حكم المباراة نجم المباراة، لو حكم تاني النهاردة ممكن يدي 3 ضربات جزاء لفرقة الرجاء. أنا بقول إن هو قايل غير حكم امبارح خالص. لك حاجة غريبة جدا عشان أخلص البرنامج، زمان كان يجيبوا الحكام في البطولات الإفريقية لينا والأندية تانية مش إحنا بس، ونقعد مع الحكم، وأنا كنت بقعد مع الحكم ككابتن. الحكم يقول لي عايز ضربة جزاء ولا تطرد لعيب؟ ومعايا الاداره ومعايا مدير الكوره ومعايا مدير اداري قاعدين معايا، اختار ايه؟ لا استنى مش فاهم دي يعني حكم يقعد معاك؟ انا يقعد معاك بس زمان الحكام الافارقه كانوا بيجوا يقعدوا معانا قبل المباراه، احنا عايزين ايه؟ انت بتتكلم جد يا كابتن؟ خلاص بقى انت بتقول يا كابتن تقول حاجه صعبه جدا يا كابتن. والله صح، بتكلم جد.